السلام عليكم يا أخوان يا أخوات. بطلب من أحد المتابعين الكرام حط عطور صيفية. أبشر، راح أسوي مراجعة لعشرين عطر صيفي، عشر عطور غالية وعشر عطور رخيصة. راح نقدمهم عطر غالي عطر رخيص، عطر غالي عطر رخيص، علشان ما تملون. رقم واحد من إصدارات 2010، العطر الجميل كريد أفنتس، والمعروف لا يعرف. النسخة اللي قدامنا هذه نسخة 2020، بعد مرور 10 سنين من إنتاج العطر. واللي حاكي كريد أفنتس من إصدارات 2019 مونت بلانك إكسبلورا، تقريبا تشبه الريحة الآن بالنسبة لي، يعني من 80-85%، لكن فرق السعر نقول الربع. يعني العطر جدا جميل واستعماله حلو، لكن كثر من الرشوي. رقم ثلاثة من أجمل العطور اللي شرتها عمياني، هذا إصدار 2019، وفي سنة 2019 شريت عمياني من دون ما أشمه، وهذه الغرشة الثانية وبتخلص من جمال الريحة. عطر ثبات فوحان وجمال الريحة، ما يحتاج أقول لكم أكثر. رقم أربعة من فسان لوران واي الإيدي بارفان، ثبات فوحان جمال الريحة. صراحة أنا أشوفه أحسن نسخة وأحلى نسخة من سلسلة الواي بالنسبة لي أنا. رقم خمسة من أفخم العطور الصيفية اللي أنا استخدمتها، ميكاليب جين تونيك، عطر صراحة صيفي ما يشبه أي عطر ثاني، يعني جدا مميز وأداء متوسط، كثر من الرش وأنت في العلال إن شاء الله. رقم ستة ملك الإطراءات يور أوم 2020، نسخة الإي دي تي. صراحة هالعطر مع أنه إي دي تي، لكن فوحانه وثباته وايد مرضي، والصراحة ملك إطراءات. رقم سبعة من بلغاري تايجر، هالعطر الجميل الصراحة، ريحته فنانة وحلوة، وفي عطور تشبهها نتكلم عنها إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، لكن لا يفوتكم هالعطر. وهل يخفى القمر؟ بلو دي شانيل نسخة البرفام، بس من رأيي نسخة الاي دي تي صيفية أكثر. زين، هاي تنفع لكن هاي صيفية أكثر. بلو دي شانيل فوحانة وثباته جدا مرضي، وما في حد ما يعرفه، واللي ما يعرفه على قلت واحد عندي في الكومنت يتعرف عليه. من العطورات الصيفية الجميلة رقم تسعة بارفيومز دي مارلي سيدلي، هالعطر من تشمه على طول تعشقه، من تشمه تسوي الله، عطر جدا جميل صيفي ومنعش، لازم يعجبك لازم يعجبك. رقم عشرة من أكثر العطور النقية السويتية بنوتة الآيرس، برادالوم الإي دي تي، جدا منعش هالعطر ونقي وريحته حلوة وما يختلف عليه خشمين. من العطورات الصيفية الفخمة الغالية من روجا إليزيوم، صراحة هالعطر أداء من متوسط ليضعيف، لكن جمال الريحة يخليك صراحة مستانس أنك أنت تستخدم العطر وتتعطر فيه، كثر من الرش إن شاء الله أداء يكون يعني مرضي. رقم 12 هوس من رصاصي، هالعطر رغم تواضع سعره وتواضع الريحة، ريحة ما فيها أي تميز، جدا جميل العطر لكن ريحته عادية واستخدام يومي، إلا أنك تسح الأسواق الأوروبية والأمريكية بشكل غير طبيعي. هالعطر وايد مشهور عندهم ويحبونه، سعره 155 درهم، جدا جميل العطر، ما في أي تميز لكن تقدر تستخدم استخدام يومي وأنت مرتاح. رقم 13 من MFK أمرس هوم، هالعطر صراحة منعش وجميل ومميز، وهالنسخة اللي عندي يعني فوحانها من أدائها من متوسط لضعيف، كثر من الرش أو أخذ النسخة الأقوى منه وراح يرضيك إن شاء الله. أمرس هوم من MFK. رقم 14 من العطورات السهلة والبسيطة واللي ممكن تستخدمها استخدام يومي أو تخليه كسيجنتشر شخصي، عطر بولو راف لورن دي بلو بارفام، العطر سهل وأي أحد ممكن يشم يعجبه وما في أي تعقيد. رقم 15، ويا سلام على رقم 15، العطر المحبوب الجميل هاشيفات من نيشاني،
العطر صيفي منعش جميل، فوحان ذبات جمال ريحه، صراحه ما يختلف عليه اثنين، جربوه اذا ما كنتم جربينه من قبل. رقم 16 ديور سافاج، كل النسخ اهم شيء تشوف النسخه اللي انت تناسبك وتعجبك. حتى لو انت تعتبر ديور سافاج الكسير صيفي، خلاص استخدم. شو يعني صراحه ديور سافاج سواء هذا ولا هذا كلهم حلوين. رقم 17 من البرايفت كولكشن من ارماني بريفي بلو لازولي، العطر جدا جميل، ومن تتعطر فيه وتتمشى بين الناس يعطيك الثقه انهم اكيد عندهم فضول يبون يعرفون شنو ريحتك او شو اسم عطرك. رقم 18 من اصدارات 2021 العطر الصيفي الجميل فالنتينو يلو دريم، العطر جدا منعش وجميل لكن اداء من متوسط لضعيف، وللاسف معظم عطورات فالنتينو يكون من متوسط لضعيف. كثر من الرش لان العطر ريحته تستاهل. رقم 19 اون ذا روكس من كليان، هالعطر مميز صراحه، العطر ريحته مميزه ما تشمها في اي عطر ثاني، اداء من متوسط لضعيف، كثر من الرش وراح يعجبك ان شاء الله، لكن جربوا ريحته لانه مميز. وفي النهايه رقم 20 العطر البحري الجميل انفكتوس ليجند، هالعطر ثبات وفوحان وجمال ريحه، جربوه ما راح تندمون.